مرحبا بكم إلى برج 101 تايبي في العاصمة التايوانية. بدأ إنشاء هذا البرج والقيام بخدماته في عام 1978 للميلاد. هذه أروقة البرج من الداخل في الجانب التجاري طبعا، وهذه إطلالة من العلو على جميع المراكز التجارية فيه قبل قيامنا بارتقاء البرج. طبعا هذا محل الشاي عندهم، واستسعى عام 1837 للميلاد. وطبعا مدخل البرج من هنا، وهذه الريسبشن، وسنتعرف الآن على الأسعار. طبعا هذا وقت افتتاح أوقات الزيارة. سعر الكبير 600 دولار تايواني، والصغير 540. طبعا الزحام في هذا اليوم أراه قليلا، هذا اليوم هو يوم السبت. طبعا هذه صورة من التذكرة، وكل شخص أيضا يعطى كوبون للمشتريات، فيه خصومات في الأعلى. طبعا في بناية البرج توجد الكثير من المحلات التجارية، وهذا بداية المدخل إلى البرج. طبعا هنا بداية المحاسب الذي يحاسب على الدخول. دخلنا من هنا. ويتواصل الدخول إلى البرج عبر هذا الطريق، وهنا يبدأ الصعود إلى البرج بطبقاته 101 أو 101. هذا خروج وفد، وسندخل معهم أيضا. تأسيس البرج من 2004. سيبدأ الآن، نبدأ بالصعود. لاحظ ارتقاء الأمتار. وصلنا إلى الدور 90 أو 89. الآن نشاهد العاصمة تايبي. ما شاء الله، انظروا إلى الغيوم. هذه تايبي من العلو، ولاحظوا ذلك المعبد الموجود، هو مقر المعبد. ونحن الآن طبعا تمر علينا الغيوم. الآن في الطابق 89.
انظروا إلى تتابع مشي الغيوم والسحب في سماء المدينة. هذا أحد الطرقات الرئيسية هذا أحد الروافد للنهر الذي ينخر عباب مدينة تايبي. هذا السناب شوت كاونتر للصور التي التقطت علينا أثناء الدخول. أتمنى أن تكون اللقطات من برج 101 تايبي قد حازت على إعجابكم جميعا. هذا اليوم هو السبت 25 من شهر مارس من عام 2017 للميلاد. سبحان الله إذ أجرى هذه السحب، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه معلومات حول البرج 508 متر ارتفاعه بما يعادل 1667 قدم، وهو طبعا من البلاتينيوم أو البلاتينام. وتبدو المسطحات الخضراء على أطراف المدينة العامرة التي يبلغ عدد سكانها زهاء 3 ملايين. ومن غريب الأمر أن هناك مدينة أخرى تقريبا تسمى لينكونغ يبلغ عددها ضعف عدد سكان العاصمة تايبي، يعني تلك المدينة فيها 6 ملايين نسمة إلى 7 ملايين. وهذه لقطة أخيرة نختم بها تقريرنا حول برج تايبي مع محل التسوق هذا.